السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم طالبة نعيمة علي جودة، ماجستير قسم إدارة التمريض، كلية التمريض جامعة بنها. هنتكلم في محاضرة الكواليتي اوديتنج تبع مادة الإيفالويشن ميثودز، طرق التقييم، أندر سوبرفيجن دكتور ابتسام سعيد أحمد، أسيستنت بروفيسور أوف نيرسينج أدمنستريشن، فاكولتي أوف نيرسينج بنها يونيفرستي. هنتكلم في الأوتلاينز، نتكلم introduction و definition of audit و definition of quality audit و definition of nursing audit، وهنتكلم عن ال quality auditor definition، purpose of auditing، types of auditing، advantage and disadvantage of auditing and nursing audit، ال characteristics of auditing، ال audit cycle، هنتكلم عن ال audit as a tool of for quality control، ال criteria of auditor lead auditor، discuss rules and function of nurse manager for hospital audit والابليكيشن بتاع النيرسينج اوديت. الاوبجكتيف عندنا في جنرال وسبيسيفيك. الاوبجكتيف الجنرال، ذا بوست جراديويت ستودنت ويل بي ايبل تو، يعرف يكون عنده نوليدج وسكيلز اباوت كواليتي اوديت. السبيسيفيك اوبجكتيف، ات ذا اند اوف ذيس ليكتشر ذا بوست جراديويت ستودنت ويل بي ايبل تو، يعرف يفرق بين التيرمز اوف اوديت، يعرف الاوديت والكواليتي اوديت، ديفاين التيرم اوف نيرسينج اوديت، ديفاين الكواليتي اوديتور، list the purpose of auditing، ويعرف the types of auditing، list the methods of nursing auditing والadvantage والdisadvantage of auditing and nursing audit، يexplain the characteristics of auditing، audit cycle، identify the audit as a tool for quality care أو quality control، enumerate the criteria of an auditor and the lead auditor، discuss the role and the function of nursing manager for hospital audit والapplication. في المقدمة الintroduction، احنا عارفين nursing is a service profession rendered by nurses essential for life and welfare for of clients، يعني التمريض كمهنة اعطاء مهنة خدمية، profession nurses nursing او service profession، من خلالها بقدر اقدم ال care to the patient، ولكن اهم حاجة تكون within quality care، وده مقدمة سواء by individual او للpractitioner. A nurse concern for quality of services constitutes the heart of its responsibility to the public. يعتبر احنا اهم حاجة عندنا ان احنا نقدم جودة، ولكن تقديم الجودة يكون بكواليتي. اهتمامنا concern for measurement of quality care provided to the patient is not new. اهتمامنا بتقديم الجودة للمريض ده مش حاجة جديدة، ولكن نحنا نقدم الجودة by quantitative measurement of quality is possible، ده اللي جديد، ان انا اقدم جودة وتكون بقياس او كمية مناسبة، قياس قمي للجودة، هو ده اللي جديد. ان احنا نستخدم instrument و tools عشان نقدر نقدم quantitative effective quantitative measurement، هو ده هدفنا في تقديم الرعاية التمريضية للمرضى. هنتكلم ازاي عرفنا النيرسينج اوديت وازاي النيرسينج اوديت ظهر. النيرسينج اوديت هو عبارة عن تقييم evaluation of nursing services. قبل 1955 المصطلح او الكونسبت ده ما كانش موجود، بدا يبقى انتروديوسد في مجال الاندستري في عام 1918، was the beginning of medical audit، بدا في المجال التطبيق الطبي او في مجال التدقيق الطبي عن طريق العالم جورج جرورد، pronounced the term physician for the first time medical audit، يعني هو اول واحد عمل الميديكال او عمل اطلق هذا المسمى على الميديكال اوديت. بعدها بعشر سنين جه توماس رونالد او بوندون، عمل وقال بدا يكون established method of medical audit، ان هو ان احنا نعمل طريقه لعمليه او لتطبيق الاوديت الاوديت في الميديكال من خلال استخدام البروسيدجرز والفاينانشال اكاونت. هي evaluated the medical care by reviewing the medical records. عندنا الفيرست ريبورت اوف نيرسينج اوديت في الهوسبيتال، بقى كنيرسينج اوديت بدات ظهوره من عام 1955، وبعدها ب 15 سنه بدانا ان احنا نستخدمه في حاجات كتيره جدا. البروجرام دون از ريفيود فروم ريكورد للنيرسينج بلان، نيرسينج نوتس والبيشنت كونديشن والنيرسينج كير.
هنتكلم بقى نعرف المحاضرة بتاعتنا الديفينيشنز اللي عليها المتعلقة بالمحاضرة. يعني ايه كواليتي؟ يعني ايه اوديت؟ يعني ايه نيرسينج اوديت؟ يعني ايه كواليتي اوديتنج؟ يعني ايه اوديتور؟ الكواليتي هي عبارة عن جاجمنت اوف وات كونستيتيوت جود اور باد، يعني انا حكم على ما هو متوقع، هل هو كويس الحاجة اللي انا عملتها، هل هي جود اور باد. الاوديت سيستماتيك ريفيو اند ايفالويشن اوف ريكورد and other data to determine the quality of the services or products provided in given situation. يعني عبارة عن سيستماتيك، طريقة منظمة بقيم من خلالها الريكوردز والداتا اللي انا بقدر اجمعها عشان اقدر في الاخر احقق quality of the services او البرودكتس اللي انا بقدمه في اي situation معين. كديفينيشن تاني، الاوديت هو عبارة عن فحص examination او inspection of various books of accounts by auditor، بيتعمل عن طريق ان انا اشوف ال various books accounts حسابات، مثلا ادقق مجموعة من الحسابات عن طريق الاوديتور، following by physical checking of inventory to make sure that all departments are following، وبتأكيد ان احنا كل الديبارتمنت في عملية الاوديتنج ايه are included. It is done to ascertain the accuracy of financial statement provided to the agency. دايما بيستخدم في عملية الحسابات اللي موجودة في المنظمة عشان نشوف مدى دقتها. هنتكلم عنه في النيرسينج اوديت، نعرفه في مجال التمريض اكيد هو عبارة عن انا بشوف evaluation of nursing care in retrospect through analysis، ان انا بشوف عملية النيرسينج كير provided من خلال ان انا بعمل لها analysis للنيرسينج ريكورد اللي معايا بطريقة systematic format رسمية in written appraisal by nurses of quality of the quality of content and the process of nursing services from nursing record of the discharged patient. من خلاله برضو ممكن عملية الاوديتنج كنيرسينج ممكن اعملها والمريض موجود معايا او المريض خرج من المستشفى after discharging. Quality audit تدقيق الجودة هي عبارة عن periodic independent documented examination. يعني ايه periodic؟ يعني ان الحاجة دي بتتعمل بطريقة مستمرة. independent يعني مستقلة. documented موثقة. examination الاكتيفيتيز والريكوردز والبروسيس وكل الاليمنتس المتعلقة بالكواليتي سيستم عشان اتعرف في الاخر اكد ان انا حملت او حققت الريكويرمنتس اوف الكواليتي ستاندرد. يعني انا عندي كواليتي ستاندرد، اهم حاجة اشوف هل انا اديت المتطلبات بتاعة الكواليتي ستاندرد، حققت الكواليتي ستاندرد اور نوت. في definition تاني للquality audit، the process of systematic examination of quality system carried out by an external internal quality auditor. هي عبارة عن عملية منظمة systematic من خلالها او بتتعمل عن طريق quality system اللي موجود عندك، سواء هو داخلي او خارجي، or an audit team او من خلال الاوديت تيم. احنا عندنا طبعا في كل مكان في ناس شغالين في الجودة داخل المنظمة او داخل الهيئة اللي احنا شغالين فيها، وفي ناس برة بتعمل عليكي تدقيق او بتعمل عليكي لو انت عايزة مثلا تاخدي شهادة في الجودة، المستشفى دي مثلا عايز تاخد شهادة في الجودة، في ناس اوديتر خارجيين external بيجوا يقيموكي عشان يشوفوا هل انت تقدري تاخدي الكواليتي دي ولا لا. So it's important or it is an important part of an organization quality management system. ده من اهم او الكي elements اللي موجودة في الكواليتي management system ان احنا يكون عندنا ايه auditing. تمام. And key element of ISO quality system standard. ISO international standardization of organization. يعني معايير العالمية للمنظمة. احنا في معايير كل الناس حاجات اساسية الناس كلها ماشي عليها، فدي اساسيات او برينسبلز بنمشي عليها او ستاندرد. تمام. الاوديتور هو الشخص المدقق او الشخص ده عملية تدقيق بتكون عبارة عن مجموعة من شخص واحد بس اللي هو يقوم مدقق مثلا او يعمل ريفيوينج او يعمل ايفالويتنج لمكان معين، ده بيبقى ناس كتير. فالاوديتور هو عبارة عن بيرسون هو انسبكت سيرفيسز أو product created or delivered by organization to ensure all requirement and standard quality عشان يتأكد. تمام. إذن هو البيرسون الشخص اللي مسؤول على إنه يعمل inspection يشوف هل services أو product دون متقدم بطريقة according to requirement of the standard or not. Quality auditor
usually a part of quality control team. هو جزء من quality control team. ممكن يكون senior of team يعني من كبار أو من الناس الكبيرة في التيم دون، أو بيشتغل تحت supervision أو subordinates أو بيشتغل تحت حد أكبر منه. عملية النيرسينج أوديت هدفها إيه أو البوربوس بتاعها إيه؟ إحنا بنعمل بيها إيه؟ من خلال النيرسينج أوديت بنعمل evaluating the nursing care given، بنعمل بنقيم الخدمة المعطاة للمريض. achieves deserved and feasible quality of nursing care، بشوف هل الكواليتي اوف نيرسينج كير اتشيفد اور نوت، هل حققت الكواليتي اوف نيرسينج كير بطريقه سهله ومتاحه ولا لا. ستيمولانت تو بيتر ريكوردز، من خلال النيرسينج اوديت بقدر اعمل ستيمولايشن اوف الريكوردز واحصل على افضل نتائج انا عايزاها. فوكسز اون كير بروفايدد اند نوت اون كير بروفايدر، بركز من خلال النيرسينج اوديت على الكير على جوده الخدمه المقدمه للمريض وليس الذي وليس الكير بروفايدر وليس اللي بيعطي الخدمه. كونتريبيوت تو ريسيرش، من خلالها بقدر اشوف الاوت بريكس، بقدر اشوف ايه هي البروبلمز اللي بلاقيها وانا بعمل اوديتنج، من خلالها بتديني بتفتح لي حاجات كتير في ان انا ابحث عنها، فبالتالي كونتريبيوت تو ريسيرش بستخدم الريسيرش في الاوديتنج، ومن خلالها برضو بقدر اشوف مجالات جديدة ابحث عنها عشان اقدر احل المشاكل اللي انا بلاقيها معايا وانا بعمل اوديتنج. ريفيوينج اوف بروفيشنال وورك اور ان اذر ووردز كواليتي اوف نيرسينج كير، من خلالها بقدم الورك بتاعي بطريقة بروفيشنال، بقدم كواليتي اوف نيرسينج كير. ده هدفنا الاسمى، هدفنا الاساسي ان احنا نقدم جودة لخدمة تمريضية للبيشنت. It encourages followers to be actively involved in the quality control process and better records. من خلالها برضو الناس اللي شغالين معايا بتشجعهم عشان ينفول في مجال او الكواليتي كنترول بروسيس and better records، ونحصل في الاخر على نتائج جيدة. It clearly communicates standards of care to subordinates، من خلاله بقدر الناس اللي شغالين معايا برضو بيشتغلوا مع بعض عشان يحققوا الستاندرد المطلوبة، يحققوا الهدف المطلوب. Facilitates more efficient use of health resources، طبعا بقدر استخدم من خلال ال quality auditing افضل استخدام للhealth resources الموجودة معايا. Help in designing response orientation and in services education program، بيساعدني ان انا اقدر اشوف كل الحاجات المطلوبة عشان احقق هدفي الاساسي، اللي هو مثلا اشوف لو انا محتاجة nursing education program اقدر اوفره، فبالتالي هدف انا بيشوف لي هل انا محتاجة ده ولا مش محتاجاه. Types of quality audits، انواع quality audits بتنقسم الى انواع، منها process audit. هذا النوع this type of audit verifies that processes are working within established limits، يعني ايه؟ من خلال البروسيس احنا بنتكلم كده كبروسيس كعملية، تقييم للعملية. هذه الاوبريشن مثلا او الميثودز الطريقة اللي انا بستخدمها بتكون according to predetermined instruction or standard to measure conformance of this standard and effectiveness of the instruction. من خلالها بشوف الانستراكشن او البروسيس بتاعتي انا بعملها according to standard or not. الافكتيفنس بتاعتي للانستراكشن اللي انا استخدمتها دي هل هي صح فعالة مش فعالة ولا لا. Process audit may check conformance to defined requirements such as the time, accuracy, temperature. يعني ايه؟ يعني البروسيس اللي انا بعملها سواء مثلا بعمل بدي خدمة تمريضية للمريض ايا كانت هذه الخدمة، بشوف هل كل الماتيريالز الموجودة، كل العوامل بتاعتي موجودة من بدقة، عملتها في الوقت المناسب ولا لا، مدى استجابة المريض ديها ولا لا. examine the resources، الحاجات اللي انا بقدم بيها الخدمه من equipments، من materials، من people هيقدموا الخدمه اللي انا عايزاها. بعد كده بعمل transformation inputs لoutputs، انا بشوف بديكي اساسيات بتمشي عليها هتديني نتائج outputs ولا لا. الانفايرمنت، الميثود، البروسيجر، الانستراكشن، كل ده له علاقه بالبروسيس اللي انا بقدمها عشان في الاخر تديني خدمه جيده. برودكت ايديت، البرودكت ايديت معناها كده ان انا بشوف اكزامينيشن للبرودكت او السيرفيس، المنتج او الخدمه المقدمه،
برودكت كبرودكت زي هاردوير سوفت وير، بشوف الحاجات الريكويرمنتس. البرفورمانس كسيرفيسز بقى بشوف البرفورمانس ستاندرد، الكاستمر ريكويرمنتس من خلال البرودكت اوديت ان انا بعمل تدقيق ليه. بعد كده السيستم اوديت هو تدقيق للنظام. An audit conducted on a management system بيعتمد في الاول وفي الاخر على ان انا بشوف المانجمنت الاداره او النظام الاداري اللي معايا. Can be described as documented actively performed to verify by examination and evaluation of objective evidence. لابد ان هو في الاول وفي الاخر انا بشتغل عشان ايه؟ بشتغل عشان احقق كواليتي، والكواليتي دي لها اوبجكتيف، والاوبجكتيف لابد ان يكون ايفيدنس، لابد يكون في اوبجكتيف بشتغل عليه. بعمل اوديتنج عشان اشوف الاوبجكتيف ده اتحقق ولا ما اتحققش اكوردنج تو ستاندرد ولا لا. تمام. ذات ابليكابل اليمنت اوف ذا سيستم ار ابروبريت اند افكتيف اند هاف بين ديفلوبد دوكيومنتد امبلمنتد ان اكوردنس اند ان كونجنكشن ويز سبيسيفايد ريكويرمنتس. تمام. عندنا الميثودز اوف نيرسينج اوديت. عندنا طريقتين عشان اعمل النيرسينج اوديت كنيرسينج. يعني في طريقه اسمها ريتروسبكتيف ريفيو وفي كونكورنت ريفيو. ريتروسبكتيف طريقه مرجعيه، يعني ايه؟ يعني انا المريض مش موجود معايا دلوقتي، بيتعمل ايه؟ عباره عن ايه؟ ريفير تو ان ان ديبس اسسمنت اوف ذا كواليتي افتر ذا بيشنت هاز بين بعد المريض ما يخرج من عندي من المستشفى. من خلال ايه؟ من خلال البيشنت تشارتس ان ذا سورس اوف داتا، الداتا بتاعته الريبورتس اللي موجوده عندي. ليه بعمل كده؟ من خلالها بشوف اكزامين ذا نيرسينج كير از اتس ريفلكتد ان ذا بيشنت كير ريكوردز فور ذا شارج ولا لا. بشوف هل النيرسينج كير اثرت على ان المريض اتحسن معايا وما حصلش كومبليكيشن وخرج من المستشفى بسرعه ولا لا. ده بشوف جوده المكان بصفه عامه من خلال الجزء بتاع ايه؟ بتاع النيرسينج بعد ما المريض بيخرج. ده في هذا ايه؟ في هذا النوع. ذا كونكرنت ريفيو. كونكرنت ريفيو يعني لسه المريض موجود معايا، من خلاله بقدر اعمل ايفالويشن لايه؟ للكوندكتد اون بيهيف اوف ذا بيشنت هو ار ستيل undergoing care. لسه المريض ما زال بياخد او ما زال تحت الرعاية بتاعتنا. include هعمل assessing the patient. ايه؟ assessing the patient هو موجود عندي. بشوف ايه؟ بشوف interviewing the staff responsible for this care. reviewing the patient records. الcare plan اللي بتقدم له. بعمل لها كل الحاجات دي كلها بشوفها والمريض موجود عندي. اذا انا دلوقتي بعمل review كنيرسينج audit. بعد ما المريض يخرج او المريض موجود ممكن اعمل ايه؟ audit الcare provide. Advantage of nursing audit. انا بعمل النيرسينج اوديت ليه؟ النيرسينج اوديت كميزه واحد كان بيوز اميثود از اميثود اوف ميجرمنت ان اول ارياز اوف نيرسينج، ممكن استخدمها في كل مجالات التمريض، اقدر استفاد بيها. سكورينج سيستم از فيرلي سيمبل، سهله جدا او فيري سيمبل عشان اقدر احققها او عشان ان انا احقق الهدف بتاعي. فيري سيمبل. Result easily understood. أقدر أفهمها بسرعة. Assess the work of all those involved in recording care. بتساعدني في إن أنا أقدر أفهم أو أقدر أعمل أو أقدر أتعامل مع record care إن أنا document لكل حاجة بتحصل مع المريض أعمل لها documentation. Maybe a useful tool as a part of quality assurance. ده هم جدا إن إحنا نعرف إن عملية الأوديتنج دي جزء من عملية الكواليتي أشورانس بروجرام. تمام. عشان كده لابد ان احنا نعمل ايه؟ accurate records of care archive، نحافظ على كل الريكوردز اللي موجودة او تبع المريض عشان ممكن نستفيد منها في حاجة او في وقت تاني. تمام. ولكن الديسادفانتج بتاعته حاجات برضو مهمة جدا ولابد ان احنا نحطها في الاعتبار. appraise outcomes of the nursing process so it is not useful in areas where the nursing process has been not implemented. يعني مش هيفيدني في الحاجات اللي انا مش بعمل لها implementation او في nursing process اللي انا مش بعمل لها implementation. فبالتالي في defect في حاجات معينة مش هتبقى completed. may او many of component overlap making analysis difficult. بعض الحاجات او بعض المعلومات عن المريض صعب ان انا اعمل لها الاناليسيز بتاعها، هيبقى صعب. require a team of trained auditor. طبعا محتاج ناس، محتاج من باور عشان يشتغلوا عشان يعملوا تدقيق للحاجه دي بطريقه جيده، محتاجه ناس trained وعدد.
deal with large amount of information. انا بتعامل مع عدد كبير. انا مثلا لو بتكلم عن النيرسينج فبالتالي هتكلم عن مريض، هتكلم عن عدد كبير من المرضى، فبالتالي عدد كبير من information، فبالتالي ممكن يحصل فيها اخطاء شوية. only evaluates record keeping it only serves to improve documentation not nursing care. هي هدفها الاساسي ان احنا نعمل improving للدوكيومنتيشن. احنا بنتكلم عن الدوكيومنتيشن وتوثيق وازاي احافظ على كل الريكوردز والريبورتس بتاعت المريض، فبالتالي هي مش همها قوي او مش بتشتغل قوي او مش سبيسيفيك قوي على النيرسينج كير. اكيد طبعا بتبقى كونسيومينج تايم، بتاخد وقت كتير لان احنا بنشتغل على عدد كبير فبالتالي بتاخد وقت كتير. الكاركترستكس اوف كواليتي اوديت. ايه هي الكاركترستكس اوف كواليتي اوديت؟ رقم واحد ريتن ستاندرد اوف كير اجينست ويتش تو ايفالويت نيرسينج كير. من خلال الكواليتي اوديت بيكون عندي اهم حاجه ستاندرد، والستاندرد ده مكتوب، هو ده اللي انا بمشي عليه عشان اقيم النيرسينج ايه النيرسينج كير. ايفيدنس، اكيد اي حاجه بنعملها لابد ان هي تكون تتبع evidence practice was measured against such standard sharing present percent conformance rate. يعني ايه؟ انا بعتمد دايما على البراكتس بتاعتي تكون قائمه على evidence وقائمه على standards بمشي عليها بشوفها. examination وanalysis finding، انا دايما بفحص وبعمل analysis للfinding اللي انا بحصل عليها. evidence of corrective action being taken، يعني ايه؟ يعني الاكشن اللي انا باخده برضو بيكون قائم على evidence، وكمان الافكتيفنس اوف الكوركتيف اكشن برضو تكون قائمه على ايه؟ على ايفيدنس. ابروبريت ريبورتنج اوف اوديت بروجرام، طبعا لابد ان يكون في الاخر في ايه؟ في ريبورتنج لكل حاجه بتحصل معانا. البروسيس اوف ان اوديتنج، بصفه عامه نتكلم عن البروسيس اوف ان اوديتنج وبعد كده نتكلم عن البروسيس اوف نيرسينج اوديت كلها علاقه بمجال بتاعنا بتاع التمريض. البروسيس اوف اوديتنج، اول حاجه انا عايز اعمل تدقيق لحاجه معينه، هجمع شويه حاجات كده في دماغي هنعملها، نمشي على خطوات. رقم واحد مثلا هعمل ريكويستنج فاينانشال دوكيومنتس، ان انا هشوف كل المعلومات عن المنظمه الاورجانيزيشن اوف ابكامينج اوديت عشان اعمل لها اوديتنج. اوديتور طيب كان ريكويست دوكيومنتس، بجيب كل الدوكيومنتس التي لها علاقه بالمنظمه، التشيك ليست، كل الاوديت ريبورتس اللي موجوده قبل كده البريفيوسلي، البنك ستيتمنت ريسيبيات، كل حاجه لها علاقه بالمنظمه، الاوراق الدوكيومنتس كلها بجيبها. تمام، وبعد كده بعمل ايه؟ انا جمعت الاوراق بتاعتي بريبيرنج ان اوديت بلان. انا في دماغي كده كاوديتور او كمجموعه من الاوديتورز بنعمل بلان بالخطه، بشوف الانفورميشن كونتيند اللي انا جمعتها من خلال الوثائق واعمل بلان اوت هاو ذا اوديت ويل بي كونتاكتد. الشخص الاوديتور ازاي ده هيعمل ازاي، او عمليه الاوديتنج هتتم ازاي. تمام، بعد كده scheduling an opening meeting. يعني ايه؟ بيقول لك انا هعمل انا خلاص جمعت المعلومات بتاعتي، جبت كل الداتا اللي عندي جمعتها، بدات اعمل خطه في دماغي ازاي عمليه الاوديتنج دي هتتم، هجمع الناس معايا، هعمل open meeting، اجتماع مفتوح. senior management and key administrative staff، كل الناس اللي معايا هجمعهم عشان نعمل meeting من خلاله بنناقش كل الانفورميشن اللي احنا عملناها، يكون فيها تايم فريم ماشي على وقت معين and for the audit determined. لابد ان كل الشخص او الناس اللي هم معايا في الشغل او الناس اللي هم معايا في الاداره يكونوا عارفين هذا الميعاد الاجتماع دوم، يكون له وقت محدد عشان نشتغل فيه. conducting on site field، انا دلوقتي خلاص بقى انا خلاص جمعت كل حاجه، هروح بقى على مجال المكان اللي انا بعمل له اوديتنج ده. take information gathered from an open meeting، خلاص انا خلاص عملت جمعت المعلومات اللي انا عملتها في الاوبن ميتنج فور، and use it to finalize audit plan، انا من خلالها بقدر اعمل final audit plan، خطه في دماغي. بخش بقى على الفيلد وورك از then conducted by speaking، اكلم على الستاف ممبرز، هعمل ريفيوينج البروسيدجرز اللي بيعملوها، اشوف بروسيس اللي بيعملوها، الاوديتور تيست for compliance with policies. طبعا احنا في اي حاجه هنمشي على بوليسيز، سياسات وبروسيدجرز، احنا هنعمل ايه؟ هنعمل اسسمنت ليهم، هنشوفهم بيعملوا اكوردنج تو البوليسيز والبروسيدجرز اللي احنا اللي هم المفروض يمشوا عليها ولا لا. اذا دلوقتي احنا كيف مجال العمل بقى، خلاص احنا شفنا الدنيا ازاي، خلاص
انا دلوقتي بقى هجمع الريبورتس، هجمع كل الانفورميشن او الديتيل، بريبير ريبورت ديتيلينج ذا فايندينج اوف ايديت انكلودد الريبورت اوف ماثيماتيكال ايرورز الاخطاء الحسابيه، بوستنج بروبلمز المشاكل اللي حصلت، اشوف الاوديتور زين رايت اب كومنتري، شوف الكومنتس بتاعته وهو شغال بيعمل ريبورتس دايما، وهو بيشوف هو في مجال الايه، مجال الفيلد ورك، بيشوف الكومنتس بتاعته، بيشوف الايه، بيشوف البروبلم اللي موجوده، بيعمل ريبورتس عن كل حاجه شافها تمام، عشان يعمل ايه في الاخر، يديني فايندنج اوف ذا اوديت اند ريكومندد سوليوشن اوف اي بروبلمز. تمام انا شفت مشاكل هسيبها، لا مش هسيبها، هنشوف لها ايه، هنشوف لها حل. بعد كده سيتنج اب ا كلوزنج ميتنج، انا خلاص رحت مجال او الفيلد ورك، جمعت شفت الحاجه بعيني، جمعت المعلومات، عملت ريبورتس، عملت كومنتس على كل حاجه، ببدا اعمل كلوز ميتنج. الاوديتور بيبداوا يشتغلوا مع المانجمنت مع بعض عشان يشوفوا ايه هو اللي هيوافقوا عليه، اجري اند اس اجري مع المشاكل دي، يبداوا يتناقشوا مع البروبلمز اللي موجوده دي، ويبداوا يعملوا ايه في الاخر، اكشن بلان، اكشن بلان تو ادريس ذا بروبلم اند بروجكتد كومبليشن ديت، يعني في الاخر يحلوا او يكون عندهم وقت معين لحل هذه المشكله. تمام تمام. اما عمليه النيرسينج اوديت، يعني البروسيس بتاعتها بتبقى ماشيه ازاي كنيرسينج، اول حاجه انا عايزه اعمل تقييم، او عايزه اعمل اوديتنج، ادقق اللي اشوف الجوده المقدمه للمكان ده كويسه ولا لا. رقم واحد هعمل ايه، واحد سيت ذا كرايتيريا او سيت ذا كي كرايتيريا، بحط قدامي كده ايتمز معايير همشي عليها، هذه المعايير it should be measurable against identified value، لابد المعايير دي يكون اقدر اقيسها، احط ستاندرد in terms في كلام كده على ايه، على desired patient outcome. تمام. methods to develop criteria are، ايه هي الميثودز اللي انا عشان من خلالها اقدر اعمل ديفلوبمنت الكرايتيريا او الايتيمز اللي همشي عليها، اشوف الناس اول حاجه اللي انا هشتغل عليهم البوبوليشن، البيشنت بوبوليشن، هعرف يكون عندي كده اعمل تايم فريم ورك، وقت احدد فيه انا هشتغل ازاي عشان اعمل ايه، عشان اقيس الاوتكمز اوف كير، ايدنتيفاي كوميلي البروبلمز presented by the defined patient population، بشوف المشاكل اللي موجوده واقدر احلها للناس اللي انا اشتغلت عليهم. state acceptable degree of goal achievement، طبعا في الاول وفي الاخر انا بحط ليا جول، وهذا الجول لابد انه يكون acceptable واقدر في الاخر اعمل له achievement. specify the source of information، يكون معايا source of information لاي حاجه انا محتاجها اثناء عمل الاوديتنج ده. خلاص انا عملت كرايتيريا همشي عليها، بعد كده هعمل بريبير الاوديت بروتوكول، انا من خلال الكرايتيريا دي هعمل بروتوكول همشي عليه، البروتوكول ده بيحطه في دماغي كيبنج ان مايند مع وضع في الاعتبار الاوديت اوبجكتيف اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده، ان احنا عندنا كواليتي اوبجكتيف لابد ان احنا نكون نمشي عليها، عندنا تارجت جروب ناس هنتعامل معاهم، ناس محدده، ميثود اوف انفورميشن جاذرنج، في طريقه جمع المعلومات او البيانات اللي انا عشان احدد البروتوكول بتاعتي، في طريقه مثلا ان انا اعمل اسكينج الناس، اوبزرفنج، اعمل تشيك ليست، ريكورد كرايتيريا، يو ار ميجرينج، ايدنتيفاي ذا تايم فريم ورك، برضه في الاساس يكون عندي تايم فريم ورك كتايم مانجمنت، ميجر اوت كم اوف كير، ايدنتيفاي كومنلي ريكوايرنج نيرسينج بروبلمز ستيت اكسبتابل اوف جول. تمام، ان انا احط الجول بتاعي كبروتوكول، انا عملت 1 2 3، انا ايه الاوبجكتيف بتاعتي، مين هم التارجت جروب، مين الانفورميشن جمعتها، جمعتها ازاي، بعمل ميجرنج ليها، بشوف هي اتعملت ولا ما اتعملتش، اشوف الكومنتس، اشوف احط جولز هقدر امشي عليه، اشوف البروبلمز، ده كله كبروتوكول انا مخططاه كخطه العمل بتاعتي، كخطه للاوديتنج بتاعتي. بعد كده ديزاين ذا تايب اوف تول، يعني انا هعمل ايه، هعمل تول، بقول لك ايه في التول دي، كواليتي اشورنس ماست بي بريوريتي، احط في اولوياتي التول دي ايه هي المشكله الاكتر، او ايه هي الحاجه اللي انا عايزه استفاد بيها اكتر، او مثلا زي ايه برضو حاجات كتير، مثلا احنا بنتكلم ان الكوردينيتور تمام، مثلا بنعمل بلان اند امبلمنت، احنا خلاص عملنا في الاول خالص، عملنا حطينا كرايتيريا، بعد ما حطينا الكرايتيريا حطينا بروتوكول هنمشي عليه، حطينا بعد كده تول عشان نبدا نتعامل، او تول عشان من خلال البريورتيز للبروبلمز اللي عندي، بحط تول ازاي هابدا احل او اعمل اوديتنج الحاجات الاولويات، بعد كده بلان امبلمنت ذا تول، هبدا ان انا اعمل امبلمنتيشن للتول دي ازاي،
امبلمنتيشن للتول انا هطبق اشوف في دماغي وات تو بي ايفالويتد، انا عايزه اقيم ايه، عايزه اعمل اوديتنج لايه، هو از جوينج تو كولكت انفورميشن، مين اللي هيجمع لي الانفورميشن دي، هاو ميني سامبل ان ذا تارجت جروب، يعني عدد الاعيان قد ايه والتايم اللي انا هستخدمه قد ايه، ده كبلاننج الامبلمنتيشن للتول دي. بعد كده ريكورد اناليسيس كونكلودنج، انا خلاص جمعت وشفت وعملت كل حاجه، هعمل ريكورديشن، اعمل اناليسيس الانفورميشن اللي جات لي وسامري لتلخيص لكل اللي انا شفته معايا. مع التلخيص دون بقارن بين الحاجات اللي انا توصلت ليها والستاندرد اللي معايا، سيت اكوردنج تو ايه بقى، بعمل ميكنج سامري كومبيرنج ات ويز ايه ويز ستاندرد ويز سيت ستاندرد واعمل كونكلوجن. بعد كده يوزنج ريزلت، انا في الاخر اكيد حصلت على ريزلت، الريزلت دي بستخدمها في ايه، انا بعمل موديفيكيشن، انا هدفي في الاول وفي الاخر ايه، ان انا احنا قلنا زي ما احنا قلنا مثلا بروفايدنج كواليتي اوف نيرسينج كير، طيب انا شفت مشكله في حته معينه، خلاص انا من خلال الاوديتنج ده بعمل موديفيكيشن للنيرسينج كير بروسيس، لو انا لقيت مشكله في حاجه معينه بقى ده اعمل لها تحسين، ببدا ان انا اطور منها، تمام، انكلودنج تشارج مثلا بلان، سواء مثلا مشكله مثلا بتشمل ان انا اعمل موديفيكيشن للتشارج دي تشارج بلان for selected patient outcome implementation of program for improving documentation of nursing care through improved charting policies methodologies forms focusing، تمام، اذا انا بتعامل ايه بقى، بعمل تحسين من خلال الريزلت دي، بحسن كل البوليسز والميثودولوجي والنيرسينج كير والاكتيفيتيز والتيم كونفرنس والنيرسينج راوند، تمام. احنا كده خلصنا النيرسينج اوديت بروسيس. الاوديت سايكل، اوديت سايكل يعني ايه، سايكل دي يعني دايره، دايره يعني انا ببدا بحاجه وبنتهي على نفس الحاجه وبستمر عليها مش بقف عندها. عمليه الاوديت بتشمل مجموعه من 5 حاجات، اول حاجه ان انا بعمل بريبريشن، بعد نفسي بشوف التوبيك اللي انا هشتغل عليه، والتوبيك ده لابد ان يكون في ايه يا جماعه، لابد يكون في هاي بريوريتي، انا عندي اولويه في المنظمه، عايزه الحاجه اللي هي المنظمه عندها اولويه بالنسبه لها، الاولويه بالنسبه لي في الشغل ايه، ان انا ادور على اهم حاجه ايه، تمام، مش اعمل بشوف حاجه مثلا ملهاش لازمه او مش هتاثر قوي في شغلي، لا انا اشوف حاجه مهمه وهتهم المنظمه بتاعتي، هتهم الشغل بتاعي. مثلا عندنا الهاي فوليوم اوف ورك، يعني مثلا عندنا شغل كتير، هاي ريسك مثلا ان اشوف المخاطر اللي عندي كتير، هاي كوست اوف كير، تمام، ده كله بحطه ايه، ايدنتيفايد از ا بريوريتي باي بيشنت اكوردنج تو البيشنت بريوريتي مش ال بروفايدرز، تمام تمام. احنا دلوقتي همنا البيشنت، همنا البيشنت، انا اعمل بريبريشن، اختار توبيك، التوبيك ده يكون عنده بريوريتي اكوردنج تو البيشنت، تمام. بعد كده سيلكت الكرايتيريا، زي ما احنا في الاول وفي الاخر هنمشي على كرايتيريا، الكرايتيريا دي اعمل لها ايه، ديفاين الكرايتيريا، ذس شود بي ان ذا فورم اوف ستيتمنت، على سبيل المثال مثلا انا بعمل كرايتيريا هشوف حاجه معينه، تمام، انا هشوف كل البيشنت ويز هايبرتنشن هو سموك شود بي اوفرد سموكينج سيشن ادفايس، يعني ايه، يعني انا هشوف الناس اللي عندهم ضغط وبيدخنوا اديهم هيلث ايدوكيشن اباوت هاو تو ستوب سموكينج، ازاي يوقفوا عن يقلعوا عن التدخين، تمام، ده كرايتيريا معينه. اذا بعمل ديفاين الكرايتيريا دي في مجموعه من الكلام ستيتمنت ليها، ده هدفي اللي انا همشي عليه وهشتغل. بعد كده ميجرمنت ليفل بيرفورمانس، هقيم الاداء، انا هروح بقى هجمع داتا، هعمل سواء الداتا دي هتبقى عن طريق كمبيوترايزد ريكورد او مانوال كولكشن للداتا او الاثنين مع بعض، هشوفها عن طريق ريتروسبكتيف وبروسبكتيف اللي اتكلمنا عنهم قبل كده، هعمل انلايز للداتا، هعمل كومبيرنج الاكتوال بيرفورمانس ويز سيت ستاندرز زي ما احنا اتكلمنا برده قبل كده، ديسكاس مع ايه، مع التيم بتاعي اللي هي هل الستاندرز، هو انا عملت ميتنج الستاندرد او ما عملتش في الاخر ميت ايه، نوتس اف ذا ستاندرد وير نوت ميت نوت ذا ريزون فور ذس، اشوف هل انا في الاخر حققت الستاندرد بتاعي ولا ما حققتوش، ولو ما حققتوش هشوف انا ما حققتوش ليه، تمام. اذا ميجرنج الليفل اوف بيرفورمانس ده حاجه انا ببدا اجمع وابدا اشوف بنفسي. بعد كده انا خلاص جمعت وشفت، هعمل امبروفمنت من خلال الريزلتس او النتائج اللي انا حصلت عليها، ديسكاس مع الايه، مع الريليفانت تيم ان يور اورجانيزيشن، ببدا اناقش معاهم النتائج اللي انا حصلت عليها. الريزلت دي شود بي يوزد تو ديفلوب ان اكشن بلان، مش انا خلاص حصلت على حاجه هسكت عليها، لا ده من خلالها بقدر اعمل موديفيكيشن زي ما انا قلت، بعمل ديفلوبنج للاكشن بلان للنيدز
اشوف النيدز اللي انا محتاجاها ايه، هاو ات ويل بي دان، هعمل الحاجات دي ازاي، هو از جوينج تو بي، مين اللي هيعملها وامتى. تمام، اذا كل حاجه لابد ان يكون حامل حسابها، عامل لها بلان عشان اقدر احقق، اعمل لها وقت معين عشان اقدر برضو احققها. اخر مرحله من تيرنج امبروفمنت دي مهمه جدا، اي حاجه في اي حته في اي جزئيه لابد ان انا اعمل المينتيننج، ان انا اعمل ايه كونتينيوتي، الاستمراريه. الاستمراريه اللي هي السايكلينج دي، ان احنا بنقولها سايكلينج يعني انا بعيد مره تانيه اللي انا عملته، ان انا ابدا تاني، انا خلاص عرفت في مشكله معينه، حصلت على نتائج معينه، بدات اخد اكشن عشان احل المشكله دي، لا انا بعمل فولوينج اب، مينتيننج امبروفمنت عن طريق مين؟ عن طريق ان اعمل فولوينج اب للبريفيوس ستيجز اوف اوديت تو ديترماين اف ذا اكشن تيكن هاف بين افكتيف، هل الاكشن اللي انا خدته قبل كده ده بقى افكتيف ولا لا، واذا فارذر امبروفمنت ار نيدد ولا لا. تمام، الاودت سايكل زي ما احنا اتكلمنا دلوقتي، الاودت سايكل احنا قلنا ان هي عباره عن سايكل بنبداها بحاجه وبننتهي عند نفس الحاجه تاني ونرجع مره تانية على طول، عمليه مستمره. الاودت سايكل دي عمليه مستمره، بنحط ستاندرد، بنحط كرايتيريا، بنبدا نخش بقى نشوف البرفورمانس ونعمل ميجرنج للكرنت براكتس، بعد كده بعمل كومبيرنج للريزلت اللي انا عملت اللي انا لقيتها مع الستاندرد اللي انا محطاها اصلا في الاول، بعد كده اشوف تشينج اللي انا هحصل عليه. تمام، بعد كده ميكينج ان اوديت سكيدول، يعني ايه؟ انا بعمل نموذج للاوديتنج، هعمله ازاي؟ انا مثلا عايزه اشوف الناس بتوع العنايه بيحققوا الرعايه التمريضيه ازاي. انا اول حاجه اعمل ليست المينتين اكتيفيتيز اللي هم المفروض بيعملوا، البروسيس هحطها كده ليستنج ليها. بعد كده الديبارتمنت انفولفد، هنشوف ايه هي الوحدات اللي انا عايز اعمل لها اوديتنج. بعد كده هشوف الاكتيفيتيز مع الايه، مع الديبارتمنتس اللي انا حطيتها معايا، واتاكد بيشور تو انكلود ذا كواليتي ريليفانت سبورتنج اكتيفيتيز. تمام، ان انا في الاخر هبقى اعمل كل شغلي اكوردنج تو كواليتي، الاكتيفيتيز معايا كلها سبورتنج لشغلي. تمام، كلها كامله، بي شور تو انكلود الاي اس او سيستم ليفل اكتيفيتيز، برضو ان انا بعمل شغلي اكوردنج تو انترناشونال ستاندرايزيشن اوف اورجانيزيشن، تشيك تو انشور كفرج اوف اول اكتيفيتيز، يعني كل الاكتيفيتيز بتاعتي هتقدر تحقق لي الهدف بتاعي كلها كامله، مغطيه الشغل بتاعي ولا لا، اساين انديفيدوال اور تيم تو بيرفورم. طبعا ببدا اوزع الشغل بتاعي على الاشخاص اللي معايا في التيم عشان يعملوا الاوديتنج، ده كسكيدول او كنموذج كده ان احنا نعمل اوديتنج بصفه يعني بصفه عامه. هنتكلم بعد كده عن الاوديت از تول فور كواليتي كنترول. الاوديت عشان يحقق لي الكواليتي كنترول، موست فريكوينتلي يوزد ان كواليتي كنترول انكلود اوت كم بروسيس استراكشر اوديت. تمام، احنا كنرسم او كاوديت هي جزء او كاداه من ادوات الكواليتي كنترول، هي الاوديت بيقول لك عندنا ثلاث انواع، احنا هنتكلم عن الاوت كم والبروسيس والاستراكشر، ازاي بنستخدمهم كاداه ان احنا نحقق الكواليتي كنترول. كاوت كم كريزلت، اوت كم كده معروفه نتائج، تقييم النتائج، تقييم الريزلتس مثلا، اوت كم اللي ايه ار ذا اند ريزلت اوف كير، التشينجز اللي حصلت في البيشنت هيلث ستيتس، هل احنا حققنا هدف في الاخر ولا ما حققناش، هل المريض بدل ما بدا يكون في مشاكل معينه اثناء وجوده مثلا في العنايه لفتره طويله، انا عملت اوديتنج وعملت لقيت مشكله، عملت بلان جديده وحققتها وخدت اكشن، بداش يحصل المشكله دي تاني ولا لا، اند كان بي اتريبيوتد تو ديليفري اوف هيلث كير سيرفيسز، هل المريض بدا يحصل على كل الهيلث كير سيرفيسز بطريقه بكواليتي اور نوت. الاوت كام اوديت ديترماين وات ريزلت if any occurred as a result of specific nursing intervention for client. تمام، خلاص يا جماعه احنا these audits assume the outcome accurately and demonstrate the quality of care that was provided. احنا دلوقتي من خلال ان انا بشوف الاوتكمز الريزلتس في الاخر، هل المريض اتحسن، هل الهيلث ستاتس اوف ذا بيشنت حصل فيها تشينج اور نوت. البروسيس اوديت، البروسيس لها علاقه بالبراكتس، لها علاقه بالبروسيجر اللي انا بعملها، الشغل اللي انا بشتغله جوه. البروسيس اوديت ار يوز تو ميجر ذا بروسيس اوف كير اند هاو كير ووز كاريد اوت، ازاي الكير ده اتعمل. بروسيس اوديت از تاسك اورينتد اند فوكس اون ويذر
or not practice standard are being fulfilled. يعني ايه؟ هل انا عملت الكير بتاعتي، عملت البروسيجر بتاعتي according to الستاندرد، according to البرنسبلز بتاعتها، على حسب الخطوات بتاعتها ولا لا؟ This audits assumed the relation or the relation exist between quality of the nurse and the quality of the care provider. هنا بتوضح لك مدى جودة الشخص اللي بيقدم الخدمة ومدى جودة الخدمة المقدمة من خلال البروسيس اودت دي. Structure audit. Structure audit monitor the structure or setting in which patient care occur. بتكلم عن الاستراكتشر. الاستراكتشر ده الحاجه اللي انا شغاله فيه، المكان الاستراكتشر اللي انا شغاله فيه. من خلال الناس دول بيشوفوا الاستراكتشر ده، سواء بقى هو نيرسينج سيرفيسز، خدمات تمريضيه، فاينانشال ماليه، ميديكال ريكوردز، كانفايرمنت بصفه عامه. This audits assume the relationship exists between quality care and appropriate structure. تمام. الاوديت برضو as a tool of quality control هنعمل لها بقى نقط كده عشان نمشي عليها. كمثلا انا عايزه اشوف بروسيجر معينه، او عايزه اشوف تقييمي لمريض اثناء دخوله عندي بعمل له ازاي كاوديتنج لنفسي. انا كاوديت لنفسي رقم واحد بعمل كولكت البيشن، انا اول ما المريض بيخش لي بعمل كولكتنج البيشن داتا ان سيستماتيك مانر. بعمل بجمع انفورميشن عن المريض. الانفورميشن دي بتكون ايه بقى؟ information عن البري هوز بتاع الروتينز بتاعه المريض، information about the severity of illness بتاعته، information regarding lab tests، information regarding vital signs، information about the physical assessment. انا اول ما جالي عملت له information، انا خلاص كده جمعت معلومات عن المريض، عرفت ان هو عنده مشاكل في كذا كذا. اذا انا عملت ايه؟ اذا انا عملت nursing diagnosis، state a nursing diagnosis. بعد كده خلاص كتبت nursing orders اللي انا هعملها له according to nursing diagnosis. ببدأ اعمل اميديت لللونج والشورت تيرم جولز، هدف اللي انا عايزاه احققه من خلال اكوردنج تو برضو الدياجنوزس، امبلمنتيشن النيرسينج كير بلان اللي انا عملتها، بلان هيلث تيتشنج فور بيشنت، ايفالويت البلان اوف كير. بشوف بقى انا في الاخر حققت اللي انا عايزاه ولا لا. ده كاودي كده كتدقيق لنفسي از تول اوف كواليتي كنترول كنيرسينج. احنا بنبدا نتعامل ازاي مع البيشنت، نشوف هل احنا حققنا كل الحاجات دي كلها ولا لا. احنا اتكلمنا عن الاوديتور اللي هو الشخص الذي يقوم بعمليه التدقيق. الاوديتور ده له شويه كرايتيريا، لابد انه يكون عنده نوليدج وسكيلز. في ايه بقى؟ واحد، في عمليه الاوديت برينسبلز لابد انه يكون طبعا راجل دارس او مجموعه دارسه وعندها معلومات على كل عمليه الاوديتنج والكواليتي بصفه عامه. اوديت برينسبلز بروسيجرز تكنيك مانجمنت سيستم، هو اللي بيشمل طبعا الكواليتي مانجمنت بصفه عامه، يكون عنده معلومات ويكون عنده دارسها. organizational understanding طبعا يفهم المكان اللي هو هيروح يشتغل عليه او يروح يدقق عليه او يعمل تدقيق عليه. specific process and product knowledge. social interaction. كليد ليد اوديتور كرايتيريا، الشخص بقى المسؤول خالص او كبير الاوديتور اللي هو المسؤول عن عمليه الاوديتور، الرئيس المجموعه مثلا زي ما بيقولوا، ده بيبقى برضو لابد ان يكون يبقى should be able to يعمل بلاننج للاوديتنج، عنده قدره انه يعمل بلاننج. effective communicate with auditors، الناس اللي شغالين معاه يقدر يتكلم معاهم كويس ويقدر يوصل لهم المعلومه بطريقه كويسه. في اثناء بيعمل تيم او اثناء بيعمل ميتنج ليهم يقدر اورجنايز ودايركت الاوديت تيم بتاعه، يقدر يديرهم بطريقه منظمه. lead team in reaching conclusion، بيقود هذا التيم اللي شغال معاه عشان يصلوا في الاخر الى conclusion، يصلوا في الاخر الى result، ماشي، يصلوا في الاخر الى اهداف اللي هم عايزينها في الاول. prevent and resolve conflict، لو في اي conflict اولا يمنعها من الاول خالص، ولو في يقدر يحلها. يعمل coaching الاوديتس اللي موجودين معاه في عمليه التريننج، يقدر يشوف ايه هي، يعمل بريبير الجريت ريبورتس في الاخر، اللي هو طبعا احنا اتكلمنا احنا بنعمل في الاخر ريبورتس وبنقدمه لما بنشوف. تمام. الرول اند الفانكشن اوف نيرس مانجر فور هوسبيتال اوديت. تمام، احنا كرئيس التمريض تمام في المستشفى، المستشفى دي هيعملها اوديتنج، انت وظيفتك ايه كنيرس مانجر؟ هتعمل ايه؟ اول حاجه encourage الفولورز تو اكتيفلي انفولفد ان ذا كواليتي كنترول بروسيس. ايوه، الناس اللي شغالين معاها من هيد نيرسز من ستاف لابد ان هم تشجعهم وتشجعهم ان هم يقدروا يشتركوا ويحققوا في الاخر اللي احنا عايزينه من الكواليتي كنترول بروسيس.
تقدر ان هي كليرلي كوميونيكيت ستاندرد اوف كير توصل اوندر، تقدر تتكلم معاهم وتقدر توصل لهم ايه الستاندرد احنا ماشيين عليها وازاي نقدر نحققها. Encourage the setting of high standard to maximize quality instead of setting minimum safety standard. يعني بتشجع التيم اللي معاها عشان برضو يحصلوا على الهاي ستاندرد واكتر منها safety standard. Implement quality control proactively instead reactively. طبعا احنا في هدفنا ان احنا نحقق الكواليتي كنترول، لان الكواليتي اوديتنج ده جزء منه او تول من التولز بتاعه الكواليتي كنترول. Use control as a method of determining why goals were not met. Is positive active in communicating quality control finding. Act as a role model for followers in accepting responsibility and accounting for nursing action. يعني بتشوف الناس اللي شغالين معاها في action، في حاجة، في تغيير، تديهم responsibilities، تقدر تحاسبهم، ده كله من مسؤولياتها عشان نعمل عملية auditing في الهوسبيتال. ازاي اطبق النظام ده او اطبقه ازاي؟ انا مثلا عندي هنتكلم هنا انا هشتغل مثلا على السي سي يو في المستشفى اليونيفرسيتي هوسبيتال في مستشفى الجامعه، تمام؟ هشوف انا عايز اعمل ايه. اول حاجه اعد نفسي كبريبريشن، هشوف انا محتاجه ايه. انفولف سيلكشن اوف الاوديتور، هشوف الاوديتور تيم من اوديتور بروجرام مانجر ليد اوديتور واوديتور والكلاينت اللي انا هشتغل عليه. انا بتكلم باعداد للاوديتور تيم، تمام؟ ان اوديت انسترومنت ووز ديفلوبد فور الكترونيك نيرسينج دوكيومنتيشن. طبعا كل الانسترومنتس بحطها معايا، ببدا اعمل اعداد لكل حاجه من تيم من انسترومنت. بعد كده سيلكت الكرايتيريا زي ما احنا اتكلمنا. الكرايتيريا مثلا انا هشتغل على مستشفى يونيفرسيتي هوسبيتال السبيشال يونت اوف كورونري كير يونت السي سي يو. ان ايفالويشن فورم ووز يوزد ان ذا اوديت كونتيننج انتاير 20 بيشنت، هاخد 20 بيشنت من كل واحده اوف وان داي تريتمنت اوف فيزيت. احنا في الاخر ذا فورم انكلود ايفالويشن اكوردنج تو ستيجز اوف ذا تريتمنت بروسيس. احنا هنعمل تقييم اكوردنج تو لمرحله اللي بيكون فيها المريض من التريتمنت. بعد كده البرفورمانس اللي احنا بنخش بنقيم البروسيجر اللي بتتعمل، بنقيم ايفالويتنج لي النيرسينج براكتس اللي بيحصل، السيرفيسز اللي بتقدم للمريض، وبعمل لها تقييم بشوفها implementation of nursing care واعمل لها evaluation assessment if the patient need to for care and objective where patient centered and whether the need objective nursing implementation were in relation to each other. تمام. whether nursing implementation was part of nursing care plan. احنا اهم حاجة عندنا ان احنا نطبق النيرسينج كير بلان احنا عاملينها. بنشوف بقى احنا كاوديتور بنشوف بنقيمها من خلال مرحلة البرفورمانس دي عشان نقدر نحصل على البيشنت انديفيدوال اوبجكتيف. اخر مرحلة، المرحلة الرابعة قصدي، المرحلة الرابعة ميكنج امبروفمنت. انا حصلت على ريزلت، تمام؟ الريزلت دي بعمل ديسكشن مع التيم اللي معايا من الاوديت او من التيم بتاع الاورجانيزيشن. الريزلت دي بعمل لها ديفلوبمنت، باخد اكشن بلاننج، بشوف ايه هو وات نيد تو بي دون اند هاو ويل بي دون. وبعد كده بعمل مينتيننج الامبروفمنت ازاي، عن طريق ان انا بعمل ريسايكلينج، بعمل ريبيتنج مره تانية اكوردنج تو التارجت، اكوردنج تو الريزلت، اكوردنج تو الدسكشن اللي احنا عملناه. يعني بشوف في كل مراحل الاوديتنج اهم حاجه الاستمراريه، اهم حاجه الاوديتنج سايكل، ان انا ابدا احط لنفسي امشي على نظام وابدا اعيد مره تانية، احصل على ريزلت وابدا احسن من الجوده اللي انا بقدمها او احسن من الخدمه. لاني انا بعمل اوديتنج هلاقي فيه ديفكت، فلما الاقي ديفكت هبدا ان انا اعمل له ايه، اعمل له اكشن وابدا ان انا احسنه وابدا اشوف مره تانية هل انا اطبقه واشوف هل هو ماشي، هل هو فاد المريض، هل هو فاد المنظمه، هل هو فاد قدم لي سيرفيسز كويسه او برودكت كويس ولا لا. شكرا لاستماعكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.